أسرار الملك صالح سليم الدكتاتور والتدخل أو الشأن الداخلي للزمالك. القصة مهمة جدا يا جماعة، والقصة فيها كتير من التفاصيل المثيرة والمهمة. بعد فوز الأهلي على الزمالك في شهر يونيو 96، دي كانت مباراة الدور الثاني اللي حكمها الكابتن أدرع عبد العظيم. الأهلي وقتها يكسب ياخد الدوري أو يتعادل يكسب يفوز بالدوري. مباراة الدور الأول كان حكمها حكم مصري، فاتحاد الكرة وقتها صمم إن لقاءات القمة الاثنين هيحكموا حكم مصري، فلما أدار القمة في الدور الأول حكم مصري صمم على إدارة القمة في الدور الثاني لحكم مصري. الزمالك تحافظ على أسماء، الأهلي تحافظ على أسماء، الاتحاد اختار أدرع عبد العظيم حكم المباراة. اتقدم فيليكس بالجون الأول، اتقدم حسام حسن بالجون الثاني، شرعي على المذاهب الأربعة، إلى درجة إنه نبيل محمود مدافع الزمالك اللي اتقال إن هو حرق التسلل مع حسام حسن، لما كابتن مدحت شلبي جاب قال له لا الجون سليم 100%، احنا حبينا نضرب كرسي في الكولومب. ده مش الحقيقه نبيل محمود، ده مدحت كابتن عصام مرعي وعصام مرعي من يومين قال ان الجون صحيح، بس احنا انسحبنا علشان نطفي الفرح للاهلي. كانت النتيجه ايه؟ انه تم حل مجلس اداره الزمالك برئاسه المستشار جلال ابراهيم. المباراه في يونيو 96، دكتور عبد المنعم عماره وزير الرياضه وقتها كان المسمى رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه. هناك الكثير من أسرار الملك وهو النادي الأهلي، عن رقم واحد ما يتعلق بشخصية الكابتن طارق صالح سليم عليه رحمة الله، اللي وصم في لدى البعض ممن لا يعرفونه بأنه دكتاتور، وأسرار كثيرة المهندس عدلي كان شريك فيها لأنه كان وقتها قاعد على مائدة مجلس الإدارة مديرا تنفيذيا للنادي. إيه اللي حصل في أسرار الملك في الفترة دي؟ هو الحقيقه لما حل مجلس اداره نادي الزمالك تم تعيين الدكتور كمال درويش، بعديها باسبوع كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي. الكابتن صالح كان من حيث المبدا هو شايف ان مش من حق الوزير انه يحل مجالس ادارات منتخبه، ده كان مبداه. فلما فوجئ ان مجلس اداره نادي الزمالك اتحل بقرار وزاري من الوزير اتضايق جدا، وفي الاجتماع قال عايزين ناخد موقف. يعني صالح سليم اتضايق لحل مجلس اداره الزمالك؟ ايوه، وقال ان ده مش من حق الوزير، وازاي الزمالك يتحل له مجلس اداره ايا كان السبب، عشان مباراه، عشان عدم امتثال، عشان انسحاب، عشان اي حاجه. هو مش مقتنع ان دي تبقى صلاحيه من صلاحيات الوزير. فابتدوا مجلس الاداره طبعا كله تفاعل، كلهم قامات، استاذ ابراهيم المعلم، الكابتن حسن حمدي، دكتور اللي هو سفير نور، الدكتور حسام بدراوي، قامات كبيره، المستشار عبد المجيد محمود، مش متذكر اعتقد محرم الراغب، كابتن محرم الراغب، المستشار محمود فهمي، وبداوا يكتبوا البيان اللي هيرفض فيه مجلس اداره النادي الاهلي قرار وزير الشباب والرياضه بحل مجلس اداره النادي الاهلي. لا استناني، الاهلي هيطلع بيان مجلس الاداره، قرار مجلس الاداره يرفض يرفض حل مجلس اداره الزمالك، يرفض حل مجلس اداره نادي الزمالك. وهيلجا بقى انه يصعد عشان يعني الموضوع ده يتحل ازاي يعني. انا قاعد ساكت، لكن كلام في حاجة غريب. صح، انا قاعد، الكلام شكله طبعا حلو، شكله مدهش. لا، ومن ناحيه المبدا طبعا، لكن انا ليا قاعد في دماغي حسابات تانية. انت مدير النادي، فانا قاعد، هو مدير النادي كان بيحضر الجلسه بصفته امين سر للمجلس عشان يكتب المحضر، ولكن ليس له ان يتدخل في المناقشات الا اذا سئل في تفاصيل اداريه او انه له صوت. فانا قاعد ساكت، هو كابتن صالح يقعد كده، كابتن حسن كده، انا كده على شماله عشان لو عايز حاجه يطلبه على طول، وعلى شمالي دكتور حسام بدراوي، وبعدين ابراهيم المعلم. انا فاكر ترتيب القعده. لان المهندس ابراهيم المعلم قاعد يكتب، وبعدين مره واحده راح مكرمش الورقه وراح باصص لي، ايه يا عم عادل؟ امال عامل لي فيها صحفي؟
انت سايبنا عمالين نكتب، ما تكتب يا سيدي البيان بطريقه المهندس ابراهيم. فانا رحت مبتسم كده ورحت بص للكابتن صالح قلت له كابتن هو انا ينفع اتكلم؟ قال لي في ايه؟ قلت له كابتن انا ليا راي بس عايز اقوله. فقال لي في ايه؟ اتفضل قول اللي انت عايزه. هم خلاص اتفقوا على البيان؟ لا خلاص بقت بتكتب، هي صياغات يعني الصيغه دي احسن ولا الصيغه دي احسن؟ فابتدى ابراهيم يزعق لي اكتب بدعابه يعني انت عامل لي فيها صحفي ما تكتب البيان. قلت له الحقيقه انا مش هكتب البيان لسبب يا كابتن. الحقيقه انا متخوف، مش حاسس ان ده قرار من ناحيه العمليه صح، من ناحيه الموضوعيه كمبدا الشكليه من ناحيه العمليه لا. قال لي ايه هتقعد تتفلسف لي ايه يعني؟ قلت له يعني دلوقتي يا كابتن صالح مجلس اداره الزمالك اتحل وتم تعيين مجلس جديد استلم وقابل المهمه او ما نجي بعديها باسبوع انا رافض مجلس اداره الزمالك اتحل اكني بطعن في المجلس الجديد. لا اكتر من كده، ده المجلس الجديد اشتغل هيقول لك النادي الاهلي بينظر عليا وبيحرجني ازاي النادي الاهلي يرفض وانا اقبل ومش هياخدوها بحسن نيه او بين قوسين انتوا مالكم مش هي في الاخر هتبقى مش انتوا مالكم مش هياخدوها بحسن نيه طبعا كمجلس تعيين. فكابتن صالح راح عامل ازاي؟ فابراهيم المعلم قال لي انت بتقول ايه؟ سفير نور قال لي احنا النادي الاهلي احنا ضيعت البيان انت النادي الاهلي ولازم احنا اللي نعمل المبادرات وبتاع. رحت بص الكابتن صالح ما انا مش هخش معاد مجلس اداره ازاي اجادله؟ طبعا يا كابتن صالح النادي الاهلي بيعلم بس بالنموذج مش بانه يقول للناس ده صح وده غلط وانت لازم تعمل وانا لازم انا اعمل والناس تقول لك والله الاهلي بيعمل كده يا ريت نعمل زيه تقتدي بيه بس ما اقولهمش اعملوا دلوقتي يا كابتن انت عايز ترفض قرار مجلس قال لي طب نعمل ايه؟ قلت له ابعد خالص عن انه يمس نادي الزمالك. اتكلم انا ضد صلاحيات الوزير في حل مجالس ادارات انديه منتخبه دون الرجوع للجمعيه العموميه. فبص كده قلت له والدكتور الجنزوري كان رئيس الوزراء نائب النايب رئيس الوزراء ما اعرفش كان ساعتها نائب رئيس الوزراء ولا رئيس الوزراء المهم يعني الوزراء. وكان بيدرس كان عامل لجنه انا شرفت ان انا اكون فيها من سته الوضع قانون جديد كابتن نعمان استاذ ناصف سليم استاذ عبد العزيز الشافعي وانا ودكتوره والكابتن نعمان ودكتوره فاضله كانت عميده معهد الاسكندريه التربيه الرياضيه سته كنا كان عايز مننا شكل لتطوير الرياضه المصريه فانا عارف ان هو عايز مستني حاجه زي كده فقلت له واحنا نعمل مذكره ونعرضها على الدكتور الجنزوري وفعلا كلف المستشار محمود فهمي انه يعمل مذكره ويعرضها على الدكتور الجنزوري وبعدين الدكتور الجنزوري ما كملش وانما اللي انا عايز اقوله لك ايه انه الكابتن صالح في حاجتين مهمين هنا البعض يفتكره دكتاتور ده جزء الجزء الاهم من ان الاهلي كان متضايق عشان الزمالك ايوه كانه قرار يمسه ثانيا ان صالح كابتن صالح الذي يوصف بالديكتاتور ما انا مش عايزه مجلس اداره مجلس اداره بالكامل كان عايز البيان يطلع لكن اصغى لرايك اصغى وقال لهم فكروا بعدين ناخد القرار في منطق فلما فكروا قال لك في منطق قال لي ممكن تتفسر كده مش هتتفسر بحسن النيه فرجع وخلى المستشار محمود فهمي عمل مذكره ولم يصدر البيان اذا شاهد عيان بل واحد من صناع القرار والقائمين عليه في هذه الفتره المهندس عادل القيعي شفتوا ازاي ديمقراطيه كابتن صالح سليم على الترابيزه مدير النادي وهو ليس له حق التصويت لما يطرح فكره او راي فيه منطق سليم يغير قرار مجلس الاداره ويقنع كل اللي على الترابيزه بالتصويت بوجاهه الراي يغيروا بالمنطق يعني هو مش خد رايه وقال لهم هي كده قال لهم يا جماعه بس ندرس ونرجع في منطق وليه وجهه نظر نرجع نصوت من جديد ايه رايكم؟ رجع صوت اقتنعوا كلهم رجع صوت فانحازوا مجددا لراي مدير النادي هو ده النادي الاهلي اللي كان حريص على قيمه نادي الزمالك وعلى مكانه نادي الزمالك وعلى حق الجمعيه العموميه في نادي الزمالك هو ده الاهلي وهذا جانب من اسرار الملك ولكن هناك ايضا الشموع الحمراء